مهندس العرب في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يسود الطقس صافي 36 درجة مئوية، الملموسة 33، الرطوبة منخفضة حوالي 12%، والرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. النهار اليوم نبدأها شمالا، تبوك تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وزخات رعدية من الأمطار متوقعة خلال فترة الظهر والعصر، 37 إلى 23 في تبوك، سكاكا 39 إلى 25، أما عرعر 39 إلى 23. أما بالنسبة للمنطقة الغربية، مدينة جدة 41 إلى 32، المدينة المنورة زخات رعدية من الأمطار 39 إلى 28، مكة المكرمة أجواء حارة 44 إلى 32، أما الطائف فرصة زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 19. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة زخات رعدية من الأمطار 27 إلى 20، أبها زخات خفيفة من الأمطار 28 إلى 18، أما جازان تفرق لبعض الغيوم 36 إلى 31. المنطقة الشرقية، الإحساء طقس صافي 41 إلى 25، الدمام 38 إلى 23، حفر الباطن 40 إلى 26. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، حائل فرصة زخات رعدية من الأمطار 37 إلى 23، بريدة 39 إلى 24، أما الرياض 40 درجة مئوية كحرارة عظمى و26 كحرارة دنيا. إلى اللقاء.